13 عايز كام واحد؟ قال لي تعالوا سيبك كده ان هو عايز اخضر ماشي بنجالي نص العالم بنجالي ايوه بس احنا بنجالي ايوه يا عم دي عم زي ما انت رحت كام دوله انت ها لا مش ولا لا انت لا سعد حسني انت عقرب من الاثنين لا 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 بس هي مش مصريه نعم مالك لبنانية ايوه ده هو اللي تصب بيه شويه انا عايز اكون سوريه انا صح هنا سنطره هناك قانون اهم شيء بيحافظوا على صحتي البنات بيدوروا على الاكل كل ده فلازم يصوروا كل مكان لازم يصوروا بعدين هو ما بيقلش انا يعني مش زي دول العربيه دول العربيه ولا ايه لا 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 مفيش حاجه اسمها كفيلك او صاحب الشغل وصاحب الشغل بتقولي له بسمع صاحبي صح ولا لا؟ بس كل اثنين انا بقى جاي ايوه مع حد يقول لي انا جاي منين من ادريس؟ مع ادريس مشكله اصبر يا عم العصير وتعمل دلوقتي اصبر بقى اصبر بقى عشان رايح جاي من الصبحيه ربنا اركب اركب الناس هي وقفت اهي فاضل وكمان مش مكسوف طويل لو طول بعرض كده فاضل انت بتسيس ربنا هيولع فيك زي محمد اللبناني محمد اللبناني بقى اقول له ايه انا لسه انا كنت في مدينه يعني طول يومك في فريق انا كنت في عاوز يعني عشان كتير اكيد كتير بتاعك